بل أذكر لكم أمرا عظيما، ولعل الكثير منكم على علم به، ألا وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ثناء عاطرا عظيما في كتب منزلة قبل القرآن وقبل أن يخلق الصحابة وقبل أن يوجدوا، أثنى جل وعلا عليهم في التوراة ثناء عظيما، وأثنى عليهم في الإنجيل ثناء عظيما من قبل أن يخلقوا ومن قبل أن يوجدوا. واقرأ ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا ثناء عليهم في التوراة من قبل أن يوجدوا، وثناء آخر في الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.